محسن داوود صحفي ومذيع ونائب رئيس اتحاد جنوب الجيزه النهارده. والله احتفاليه النهارده تحت رعايه اتحاد جنوب الجيزه اللي برئاسه الاستاذ الدكتور صديق عفيفي. دي شخصيه معروفه جدا ليها باع طويل في المجال الوطني والمجال الخدمي. فالدكتور صديق عفيفي بما له ثقل في مصر فكر في حاجه اسمها اتحاد جنوب الجيزه وهو بيرأسها، وانا ليا الشرف ان انا كنت نائب رئيس اتحاد جنوب الجيزه. جنوب الجيزه ليها تفعيل قوي جدا، ليها مبدا قوي جدا ان الحكومه لوحدها ما تقدرش تعمل اي حاجه ما بدون الاهالي وتكاتف الاهالي والشباب مع الحكومه. فمن خلال الجمعيات الاهليه والجامعات المحترمه بنفعل ده بشكل او باخر. من خلالها بندي منح تعليميه مجانيه، بندي قوافل طبيه، بس عايز افهم حاجه، القوافل الطبيه هنا مختلفه مع الدكتور صديق عفيفي ومع اتحاد جنوب الجيزه. القوافل الطبيه هنا جميع التخصصات، وبيبقى مش بيجي مثلا دكتور امتياز طبعا على الرحب والسعه بالنسبه له، لكن بيجي دكتور استشاري كبير جدا بيبقى الكشف بتاعه من 500 جنيه لغايه 1000 جنيه، فبيجي معانا في القافله الطبيه مجانا، ودي حاجه لاول مره تحصل في القافله الطبيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. النهارده بقى ده ثالث سنه بالنسبه لاتحاد جنوب الجيزه بنكرم اوائل الطلبه ابتدائي، اوائل طلبه اعدادي، اوائل طلبه ثانوي، بجانب حفظه القران الكريم اللي حافظين 30 جزء، اللي حافظين 15 جزء، 7 اجزاء، 3 الى جزء واحد يعني، بالتجويد وبالاخلاق كمان. والاول مره نعمل حاجه المدرس المثالي وجائزه الدكتور صديق للابداع الفكري والثقافي. انا سعيد بوجودكم معانا النهارده، ويا رب الحفل النهارده يعجبكم ان شاء الله.